اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بس عندي سؤال بسيط كده. أنا ما تابعت الحلقة دي من البداية، لكن ما عارف إذا كان ضمن الفكرة بتاعت الحلقة، لكن قلت ما أتردد وجهز طوالي. سؤالي بالضبط إنه أسي نحن أسي في العصر بتاع العولمة، وفي أنا ما داري أقول المسيحيين واليهود وديل، لكن في العصر ده الناس برا بقت ما بتفهم حدود للتجارة وللاقتصاد وللأفكار والأمور زي دي، فهم برضو ما فاهمين الفكرة بتاعت إنه نحن أمة إسلامية، وإنه نحن عندنا رسالة معينة، وإنه عندنا نحن مفهوم معين بتاع التوحيد، وإنه الله سبحانه وتعالى هو المتحكم بكل مغاليد الأمور. ما فاهمين الأمر ده. يعني مثلا أفكار زي الرأسمالية وغير ذلك ما بتفهم المنظومة دي، بتعبدوا المال. الجماعة دي لسي أنا ما داري أقول نحن من الصعب علينا نعيش من غيرهم، لكن واقع مفروض علينا في الاقتصاد. يعني هسه حاليا الواحد عشان مثلا الدولة ككل لو بدأت تنمي اقتصادها، فيجب عليها انها تتعامل مع النظام الجديد بتاع الجماعة ديل، والجماعة ديل افكارهم ما مستنبطينها من نفس المنبع بتاعنا، وهو منبع التوحيد. فهمتني؟ يعني مثلا في الاقتصاد والافكار بتاعت الرأسمالية، انت بالضبط كده بتتعبد رب عملك، الافكار اللي بيجيبها لك، يعني بتتعبد المنبع بتاع المال، ودي انا شايفه اشكاليه. السؤال بالتحديد انه الواحد لو جاته الفرصه وطلع برا السودان وتعامل وجها لوجه مع الجماعه ديل، يعني ما نحن دارين نسترزق، انا شايف انه من الصعب. ويعني انا بتخالطني مثلا افكار كثيره جدا في التوحيد، انا ما اقدر اقول بتزعزع من التوحيد بتاعي، لكن بتعب جدا انه انا مثلا افكر بنفس التفكير بتاعهم. انا لو فكرت بنفس التفكير بتاعهم باحتمال مثلا حالي الاقتصادي يمشي كويس، لكن بتعارض مع افكاري الرئيسيه والفهمتني بتاع المنبع بتاع التوحيد بتاعي. ان شاء الله بس تكون فهمت النظره كده. تشكر يا اخي. جزاك الله خير. طيب يا اخوان، ولا السائل نفسه او المداخل، قال الله تعالى في القران: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، إلى آخر الآيات. فالإنسان إذا بقى على يقين راسخ، والمسائل دي ما بنعبر عليها عنها بأنه مسائل أفكار، لأنه الدين ما أفكار. هون شغله ممكن تقول أفكار، لكن الدين أحكام، والدين أخبار. الدين ده أحكام وأخبار، أخبار تصدق من الله سبحانه وتعالى في جنة في نار في كذا إلى آخره، وأحكام تعرف إنه الأحكام دي عادلة. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. دي نقطة مهمة جدا لا بد تفهمها. النقطة الثانية، نحن اليهود في مسائل التجارة ومسائل الاقتصاد دي، الشريعة ما حرمت علينا نتعامل معهم. يعني أنا ما بجي أبيع، كان جاني يهودي بقول له: لا ليت يهودي ما ببيع لك. لا، ولا لو في يهودي أنا جبته يعمل لي كبري ولا عربية ولا غيره، ده خلاص أنا أشركت بالله وقعت في محظور. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر اتعاهد واتعاقد مع اليهود على مسائل معينة في الزراعة، ودي مسائل دنيوية بجوز لك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإنت مسائل الدنيا دي تتعامل معهم، دي نقطة. لكن النقطة دي ما يفهم منا إنه تغير الدين وأحكام الدين، ما يفهم منا إنه الدين ما يدخل في الاقتصاد، لا، الدين يدخل في الاقتصاد. وأحل الله البيع وحرم الربا. رسول عليه الصلاة والسلام يعلم إنه اليهود بيتعاملوا بالربا، لكن في معاملات شرعية دنيوية دينية بجوز يتعامل معهم، لكن الربا بتاعه ده ما بتشاركهم شنو فيه، ولا بتداهن ولا بتتنازل عن أي شيء، لا رأسمالية لا اشتراكية لا غيره، لا من الألفاظ اللي جابوها دي الآن واندرجت تحتها مسميات وتحتها أفكار نحن هم نجاريهم فيها. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أنا ممكن أسافر بلد اليهود أجيب بضائع جابيعة، لكن بضائع مباحة، والأصل في السفر لبلد الكفار الحرمة، لكن إذا بتمشي لضرورة بعد ذاك بتجي. لكن كونه أنت تداهنهم في مسائل وتقول هون يتعاملوا بكذي، لا بد أنا جاريهم عشان أنا أكسب معاهم، كذي ده ما من دين الله في شيء، بل يخالف الدين. والله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والآن في كبارات من اليهود من الفلاسفة بتاعنهم ومن غير من أفقر الناس، وفي ناس من المسلمين الآن قد ما يعرف الواحد يكتب اسمه بلغة اليهود لكن أغنى منهم. فحجة الاقتصاد حجة باطلة واهية، ما بنا داهن ما بنا جامل فيها ما كذي، وإنما نتعامل بالشرع. الله أباح لنا المرابحة، أباح لنا المتاجرة، أباح لنا المضاربة، أباح لنا أوجه كثيرة من أنواع التجارة ومن الأنواع التي يعني يدر بها المال إلينا ويأتينا المال ونتعامل بها ولله الحمد. فدي ما فيها شنو إنك تداين أو تجامل أو إلى آخره. وهذا إن كان ده جزء بالمس شيء من السؤال الذي ذكره الأخ السائل في سؤالي، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نحن نكتفي بالقدر ده لأنه شنو آخر سؤال، لأنه الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. أنا من أولئك الذين يؤمنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج على الحاكم، لكن كيف يتم الرد على أولئك الذين يدعون أو يقولون أن من تمانعون الخروج عليه أتى بسلطة غير شرعية؟ بطريقة شرعية بطريقة غير شرعية، المسألة دي تضبط بالشرع نفسي. يعني الحاكم ده جابه طريقة شرعية كطريقة الشورى أو طريقة الاستخلاف أو إلى آخره من الطرق الشرعية، أو جاء بالمغالبة لما في الحاكم الموجود أغالبوا لحد ما قتلوا أو صار مكانا له واستتب له الأمن. كونه يظلم الحاكم الأول، رحنا واجب علينا نقف مع الحاكم الأول ابتداء ما دام الحكم عنده ونقاتل ده، بل يقتل نفسه كما قرر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو تغلب على الحاكم ده وبقى حاكم واستتب له الأمر واستتب له الأمن استتب له الأمر صار حاكما بالقوة وبالمغالبة، ده بعد ده نحن علينا نتعامل معه بالمعاملة الشرعية. بعد ده تاني واجب الإنسان أن يتعامل معه مع شرع الله بشرع الله سبحانه وتعالى. يعني جبل قار وبقى حاكم خلاص استتب له الأمر، ده بتعامله معاملة الحاكم المسلم. أما ظلمه للأول هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا لو سألوك قال لك بجوز ليزول يخرج على الحاكم ويغالبه لحد ما يغلبه ويبقى حاكم، بتقول ما بجوز حرام. طيب لو حصل الكلام ده وغالبه وغلبه وبقى حاكم واستتب له الأمر، هل بجوز لك تطيع ولا تخرج عليه انت؟ هنا الواجب عليك مش يجوز، الواجب عليك أن تطيعه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتهى الموضوع، ما فيش. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.